انسي اورميلا تفضلي فوتي. رح فوت انا. هارش باندي تفضل الاستاذ ناطرك. شو هالحكي؟ أنا يلي ناطر من الصبح. لو سمحتي بدي أفهم، ليش هو دخل قبل الكل؟ مع إنه في ناس إجت قبله. الأستاذ هو طلب يشوفه. أنتِ شو دخلك بهي القصة؟ وروحي انطري دورك. تفضلي ارتاحي. أنا عندي شغل كتير وإذا ضليت هون أكيد رح أتأخر. أنا رح ضل ناطرة وما رح أتحرك من هون قبل ما يمشي الحال. خليني فرجي للسيد هارش ماتري مشرة شو فيها تعمل. شو رأيك يا أستاذ؟ منروح لهنيك فوراً ومنتفق على كل التفاصيل. أنا رح أعمل لكم حفلة غير شكل، هذا وعد. ماشي، إذا هيك لازم نمشي. إيه لو سمحتي، لغي لي مواعيدي، أنا بدي أروح. حاضر أستاذ. بكفوا ساعتين؟ وزيادة يا أنسة. نمشي؟ أستاذ نحن رايحين، بعدي عن الطريق، الأستاذ كتير مشغول. بعد إذنك، تفضل. طيب يا بطل، صدقني لسه رح نتواجه أنا وياك، وإنت ما رح تقدر تفوز علي. بالإذن هارش. شوفك. هي حتى وقت تعصب بتضل كتير حلوة. أهلين أمي. كيفك روحي؟ طمني شو أخبارك؟ اشتقت لك. بفترة قصيرة رح صير أكبر منظم حفلات بالبلد.